بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيسرنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله، ليلة الثلاثاء 20 من شهر جماد الأولى لعام 31 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن نستضيف عبر الهاتف فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى، وسوف يجيب الشيخ مشكورا على مجموعة من الأسئلة المنهجية المهمة والتي أعدها بعض طلاب العلم القطريين، وذلك ضمن اللقاءات السلفية القطرية. ويسرنا أن نرحب بالأخوة الذين يستمعون إلينا عبر البث الحي والمباشر من شبكة سحاب السلفية، حرسها الله وزادها توفيقا، ونشكر للشيخ إتاحة هذه الفرصة، ونسأل الله عز وجل أن يجري الحق على لسانه، وأن ينفعنا بهذه الإجابات، وأن يجعلها خالصة في موازين حسنات شيخنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السؤال الأول: هل يجوز الامتحان بعلماء السنة في هذا العصر، وخاصة بمن له ردود على المخالفين، عموما وعلى الحزبيين خصوصا؟ وهل يعتبر من يطعن فيهم أو يغمزهم من أهل البدع والأهواء؟ وهل هذا خاص بالرؤوس أم بكل داع اشتهر بدعوته، سواء في السنة أم البدعة؟ وما تعليقكم على من يقول: حتى الشيخ ابن باز ينظر هل يمكن أن يمتحن به أم لا، فيتردد في ذلك، ويستدل البعض بكلام لشيخ الإسلام في الفتاوى بعدم جواز الامتحان أو نصب شخص يوالى ويعادى عليه، وكذلك بكلام للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وأما قول بعض السلف: امتحنوا الناس بفلان، فمن أحبه فهو صاحب سنة، ومن أبغضه فهو صاحب بدعة، فيقول البعض: هذا خاص بالأئمة الكبار فقط، وليس لكل علماء السنة، حتى ولو كان من المكثرين من الرد على المخالفين والدفاع عن أهل السنة حتى اشتهر بذلك. نرجو بسط الكلام والتفصيل في المسألة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الامتحان حال ما تكون الريبة أو عدم وضوح أمر الشخص أو الجهل به، فإنه سائغ شرعا. وأول امتحان وقفت عليه ووقف عليه غيري من طلاب العلم وأهل العلم ما أخرجه مسلم في قصة معاوية بن الحكم رضي الله عنه مع جاريته، وخلاصتها أنه عدى الذيب على الغنم فاختطف واحدة منها، فلما جاء معاوية أخبرته الجارية الخبر فلطمها، ثم ندم فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال معاوية رضي الله عنه: يا رسول الله، إن علي رقبة، أفأعتقها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: جئني بها أنظر أمؤمنة؟ فجاء بها سيدها، فقال لها صلى الله عليه وسلم: أين الله؟
قالت في السماء، وفي رواية أنها أشارت إشارة. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله، وفي رواية أشارت. قال اعتقها فإنها مؤمنة. فاختبرها النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يزال الناس يمتحنون امتحانا عاما وامتحانا خاصا. فمن الامتحانات العامة عند التزاحم على وظيفة أو وظائف، فيكون متقدمون أكثر من الوظائف، لأن رئيس المصلحة أو من ينوب عنه يجري امتحانا للناس تحريريا وأحيانا شفويا وأحيانا من كليهما، حتى يتحصلوا على الكفر الذي يغلب على ظنهم أنه قادر على هذه الوظيفة ومسؤولياتها. وكانوا قديما يقولون امتحنوا أهل المدينة بمالك بن أنس، وأهل الكوفة بسفيان، وأهل الموصل بالمعافى بن عمران، وأهل الشام بالأوزاعي، وأهل مصر بالليث بن سعد. ولا يزال العلماء سواء كانوا أئمة أو دونهم إذا كانت الفتن واختلط أمر الناس يمتحنون الوافدة بعلماء القطر، يمتحنون الوافدة من قطر بعلمائه، فإن وجدوا منه ثناء وشكرا فإنهم يقربونهم، وإن وجدوا منهم ذمما ومقتا ولوما وتشنيعا فإنهم يبعدونهم، وهكذا أهل السنة. على هذا إلى اليوم، وبهذا تعلمون أن القاعدة، أن القاعدة التي تضمنها السؤال قاعدة باطلة، وما هي إلا من ترويج المتلوثة بالفكر القطبي أو السعوري أو الإخواني أو غير ذلك من الأفكار المنحرفة. وإذا نظرت في تلك المقالة وما شابهها ظهر لك أنها من إفرازات قاعدة المعذرة والتعاون، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وهذا السطر الأخير هو السطر الفاسد، ومراد القوم أنه لا ينكر أحد على أحد ولا يرد أحد على أحد. ولهذا فإن أصحاب هذه القاعدة يفتحون الباب على مصراعيه أمام كل محنة ضالة منحرفة، سواء كانت تلكم النحلة منتسبة إلى الإسلام كالرافضة، أو غير منتسبة إلى الإسلام كاليهودية والنصرانية. وقد تكلمت على هذه القاعدة ومؤسسها في مواطن كثيرة، ليس هذا مقام البسط فيها، بل يراجع تلك المواطن منكم من شاء. والمقصود أن أهل السنة لا يزالون في حرب ضروس مع المخالفين، ولن ينتهي ذلك. وأعني أهل البدع على اختلاف لحالهم، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الخوارج
كلما قطع منهم قرن، وفي رواية فرق، يخرج فرق آخر أو قرن آخر حتى يخرج في عراضهم الدجال. نعم. بقي من يطعن، بقي من يطعن في من عرف بالعلم والفضل ومحاربة البدع وأهلها، هل هو على سنة؟ نقول هذا أحد رجلين، إما أنه ضال وضل يريد أن يتشفع من أهل السنة ويريد أن يحرفهم عن السنة، وهذا من خلال ما يطرقه من العبارات المنحرفة المسمومة الكاذبة المفترى، أو رجل جاهل يقول سمعت الناس قالوا فقلت، وسواء كان ذا أو ذاك فيجب الحذر منه، فإن كان جاهلا نوصح وعذل، وإن كان من أهل الأهواء يجتنب. يعني وأما ما نقل عن الإمامين شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ محمد بن عثيمين رحم الله الجميع، فأولا نوقف القول فيه على صحته، وثانيا على فرض صحته فإن من علم وحفظ حج على من لم يعلم ولم يحفظ، وقد ذكرت لكم ما ذكرت من الأدلة. يعني السؤال الثاني، ما تعليقكم حفظكم الله على من يقول لا تحذر من بعض من ظهرت منه مخالفات لمنهج السلف وتأصيله لقواعد باطلة مع ضعف في التأصيل العلمي ما دام أنه لم يخرجه أحد من السلفية، مع العلم أنه قد يكون رد عليه بعض أهل العلم وبين خطأه وهو يصر ويعاند ولا يرجع، فيقولون ما دام أنه لم يخرجه أحد من السلفية فلا نحذر منه ولو كان داعية لمخالفاته وقواعده الباطلة. يظهر أن هذه القواعد لها حظ كثير من جلسك هذه الليلة يا أخي محمد، والله المستعان، وتحملونا. أقول هذه كسابقتها من حيث إنها ضمن إفرازات قاعدة المعذرة والتعاون، قاعدة المعذرة والتعاون، وقد ذكرتها لكم، هذا أولا. وثانيا أن أهل السنة على خلاف ذلك، فقد أخرج الذهبي في الميزان على ما أظن في بعض كتبه الأخرى حكاية طريفة وفي الحقيقة قوية. تلكم الحكاية عن عاصم الأحول رحمه الله، قال كنت في مجلس قتادة فذكر عمرو بن عبيد، هذا معتزلي جلد، فوقع فيه، قلت ما أرى أهل العلم يقع بعضهم في بعض، فالتفت إلي يعني قتادة فقال أما تدري يا أحول أن الرجل إذا ابتدع بدعة يجب أن يذكر ليعلم، وأهل العلم على هذا. بقي التنبيه إلى أمرين، أولا باب الرد مفتوح،
ورد المخالفة سائغ، وهو متعين على من بلغته وكان قادرا على ردها، سواء كان المخالف من أهل السنة أو من أهل البدع، إلا أن صاحب السنة يحترم ويوقر ويثنى عليه خيرا، ليس في رد المخالفة لكن في مجالس أخرى، ولا يتابع على جلته ولا يثنى عليه. بخلاف المبتدع الضال فإنه مع رد مخالفته يشنع عليه ويشدد عليه النكير، ويشدد عليه النكير. الأمر إلا إذا ترتبت مفسدة تضر بالدعوة في ذلك القطر، ولولا خشيت الضرر عليكم لسميت رجالا عندكم، ولكني سميتهم في مجالس أخرى خارج قطر. حرس الله قطر وجمع عوامها وخواصها على مرض، وجمع الله خواصها وعوامها على مرضيه للعباد والبلاد من الإسلام، من الإسلام والتوحيد والسنة. أمر آخر، نعم، فإذا ترتبت مفسدة يدارى، وقد ترجح المصلحة في رد البدعة وعدم مس ذلك المبتدع بشيء، لأنه رئيس المحاكم أو قاضي البلد أو وزير مسؤول في الدولة أو غير ذلك من الاعتبارات. الأمر الآخر أن التحذير شيء والتقدير شيء آخر. التحذير لا يستلزم التبرير، قد يحذر من شخص هو بنفسه طيب وحسن وسليم، لكن عنده تخليطات يخلط في كلامه ما بين سنة وبدعة، فهذا ترد بدعته. نعم. وأما التبديع لا نرى أن يقوم به إلا من هو أهل لذلك وله مكانة، ويختلف هذا من قطر إلى قطر. وما على سبيل المثال أنا في بلدي أحذر من الرجال ومن أهل بلدي، نعم، ولا أستطيع التحذير لرجال آخر. ولو كنت خارج السعودية قد لا أحذر في ذلك البلد، لكن أرد البدع والمحدثة ولا أبدع صاحبها. وقد أوضحت هذه الشريعة، هذه المسألة في أشرطة لي، منها الحد الباصل، فليراجعها منكم من شاء. السؤال الثالث: هل الاحتياط في عدم الترويج لبعض من ظهرت منه مواقف وكلمات فيها نظر حتى يتضح أمره، هل يعتبر هذا الفعل صوابا أم لا؟ أعيد السؤال. هل الاحتياط في عدم الترويج لبعض من ظهرت منه مواقف وكلمات فيها نظر حتى يتضح أمره، هل يعتبر هذا الفعل صوابا أم لا؟ أرى إن شاء الله أنه سائغ، نعم، حتى يتضح في أمره ويعلم. ثم ما كان من مخالفات ردت، وأنا أدعو أبنائي في قطر وخارجها وأبناء وبناتي أن يراجعوا مقالة لي، ومعاذ الله أن يزكي نفسي، لكن هذا أمر متبع عند علمائنا وهو أمر الإحالة، إلى مقالة لي بعنوان الإسعاف لإيضاح الحق حال الاختلاف، هذه منشورة في السحاب. السؤال الرابع: شيخنا حفظكم الله، هل الأصل في المسلم العدالة أم الجهالة؟
وهل يكفي من أراد أن يحضر عند شيخ تعليله بأنه لم يظهر له منه شيء؟ وهل يفرق بين من كان في السعودية أو خارجها؟ وهل يجب التحري والسؤال قبل تلقي العلم من شخص مستور الحال، أم يكفي ظاهر الحال؟ أم يجب سؤال أهل العلم عنه وعمن يعرف حاله من أهل بلده؟ أولا، كثير من بلدان المسلمين سواء داخل العالم الإسلامي أو خارجه هم في حاجة لمن يعلمهم العبادات العملية، الصلاة والصيام والحج، بل والنوم والغسل، في حاجة. فهؤلاء إذا أتاهم من يعلمهم هذه الأمور أخذوها عنه، وإذا أتاهم من يعلمهم أمور العقيدة، فإن كان يستند بما نقرره من أمور السنة من العقيدة أمور التوحيد، فهذا إن ظهر للحداق منه مخالفات وتخليطات وجب عليه اجتنابه، وإن لم يظهر شيء أخذوا منه ما ليس فيه مخالفة. ثم إن سئل أهل العلم العارفون به عن حاله فهو أحوط وأبرأ للذمة، ومع هذا فإني أقول مع ما في حاجتهم إلى أمثاله يعرضون عنه ما ليس فيه مخالفات. أعد السؤال من هناك، بقيت سقراط. نعم أخي محمد. وهل يفرق بين من كان في السعودية أو خارجها؟ وهل يجب التحري والسؤال قبل تلقي العلم من شخص مستور الحال؟ أم يكفي ظاهر الحال؟ أم يجب سؤال أهل العلم عنه وعمن يعرف حاله من أهل بلده؟ الظاهر بعض الفقرات دخلت في جوابنا آنفا، لكن لا فرق بين من كان في السعودية أو خارجها، لأنه الآن بحث الغث والسمين والتخريب في كل مكان، وإن كان السعودي ولله الحمد أقل، لكن يوجد من بني جلدتنا من هو على غير الإسلام والسنة. يعني السؤال الخامس، بقي البلد الذي ينتشر فيه أهل العلم وأهل الفضل، فإنهم لا يأخذون عن هذا المشتوك إلا أمور عادية، أمور يعني واضحة، يكتفى بأهل الأمر والعلم. نعم. السؤال الخامس، يحتج بعض طلاب العلم بعدم التقليد في الحكم على الرجال والطوائف، فيرد كثيرا من أحكام العلماء وجرحهم للأشخاص والجماعات والجمعيات، مع كون العالم المجرح قد ذكر الأدلة الكافية التي تبين المخالفة والانحراف، فيقول هذا المخالف الأدلة غير مقنعة، فما تعليقكم على ذلك؟ أولا، نرى من المصلحة مقدمة التقليد. التقليد أو الناس في التقليد اسمان، اسم لا يسوغ له التقليد، وهو العالم المتمكن المجتهد الذي يستطيع الوصول إلى اليقين أو غالب الظن إلى حكم الله ورسوله في هذه المسألة من خلال ما يظهر له من الأدلة، وإذا عجز قلد من هو أعلم منه. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد عرفنا كثيرا من الأئمة قلدوا من قبلهم
في مسائل خفيت عليهم. القسم الثاني من الناس من يسوغ به التقليد وهو العامي أو المتعلم الذي لم يصل إلى درجة الاجتهاد، فهذا يسوغ له تقليد أهل العلم الذين بنوا الأحكام على الأدلة. فإذا تقرر هذا فثمة قاعدة أخرى، وهي تتألف من فرعين. الفرع الأول، وهذه القاعدة: من علم حجة على من لم يعلم، من علم حجة على من لم يعلم، سواء كان هذا الذي يعلم فوق من لم يعلم أو مساويا له أو دونه، ما دام أنه أقام الدليل. الفرع الثاني: إذا تكلم عالم جرحا أو تعديلا في رجل جرحا أو تعديلا في رجل، وهذا الرجل لم يسبق أحد أن يتكلم فيه، فقوله مقبول ما دام أنه يرهب فيه الخبرة والحذق وسعة الاطلاع وجودة التحقيق حتى ولو لم يوصل أدلة. أما إذا كان قد سبق قوله تجريحا أو تعديلا، فمثلا جرح المعدل أو عدل المجرح، فهنا نطلب منه الدليل لأنه خالف من سبقه. فإذا أقام الدليل على جرح من عدله غيره، وهذا له ثلاثة مصادر ثبتت بالاستقراء هذا الأصل: أحدها كتبه، فإن الكتب خير دليل على الشخص من حيث الإصابة أو الخطأ. الثاني نقض الثقات العدول عنه. الثالث الأشرطة المسجلة عليه إذا كانت جهة التسجيل مأمونة وموثوقة، فإن قوله يقبل. ومن أمثلة الأول سيد ابن قطب المثري، فإن الشيخ ربيع حفظه الله وسدده وبارك له في عمره وعمله جرح الرجل لا من تلقاء نفسه بل بالأدلة من كتب الرجل، ومن خبر كتب الرجل وجد فيها الكفر والكفريات والبلالات التي لا تحصى ولا أكتمكم سرا بل أدعته قبلكم. أنا لا أنكر على من كفر ابن قطب لأنه هجم بشراسة على أمور من معلومة من الدين بالضرورة، ومن ذلكم تطاوله على موسى صلى الله عليه وسلم ووصفه بما تنفر منه الطباع حتى في عوام الناس المتبجين، فكيف بنبي من الأنبياء؟ هذا يدل على الجهل. فإن الشيخ ربيع حفظه الله كما قدمت أقام الدليل من كتب الرجل، بل بعض الكتب يورد فيها يورد
يحيل على عدة طبعات، يعني وأمثلة من الثاني والثالث كثيرة لا يتسع المقام لذكرها، لكن هذه القاعدة. وإذا كانت المسألة تعديل مجرح، تعديل مجرح يعني، لا ان هذه ان كانت المسألة تعديل يعني جرح، تعديل مجرح يعني هو عدل رجلا جرحه غيره، فننظر هنا في الأدلة، في أدلة الفريقين. فإن التعديل، وهنا قاعدة، التعديل الجرح المبتر مقدم على التعديل المجمل. وتذكرت أنه كانت فقرة، لا أدري في هذا السؤال أو سابقه، هل الأصل في المسلم الجهالة والعدالة؟ هذا يا أخ محمد؟ إيه نعم شيخنا، في سؤال سابق. سؤال سابق؟ إيه نعم. نعم، أقول هذه قاعدة يدندن بها المتحزبة، لا سيما المتلوثون بفكر القطبي أو الإخوان، يرددونها، وهذه ليست بصحيحة، بل الأصل جهالة الحال. ويدلك على هذا أولا كتب التراجم، فإنها مليئة بالجرح والتعديل. فلو كان الأصل في المسلم العدالة ما احتاج إلى هذا، ما احتاج إلى كتب التراجم. الثاني واقع الحال، واقع الحال، فإن ومن ذلكم أن القاضي إذا أثبت المدعي دعواه ببينة فإنه يطلب من التكيل لشهود المدعي، فلو كان الأصل العدالة ما احتاج القاضي إلى هذا. نعم. السؤال السادس، ما الواجب إذا اختلف أهل العلم في جرح أو تعديل شخص أو جماعة أو جمعية؟ ومتى يجوز الأخذ بأي القولين؟ وهل لصاحب أحد القولين ومن أخذ به إلزام أصحاب القول الثاني؟ هذا أجبت على بارك الله فيك بالإشارة، العبرة بالدليل، فمن أقام الدليل على جرح أو تعديل وجب قبول قوله، من أقام الدليل الذي لا يقبل التأويل وجب قبول قوله، وإن كان مخالفه أجل منه. نعم تفضل. السؤال السابع، يقول البعض لماذا يمنع الشيخ ربيع وغيره من المشايخ من المحاضرة والتدريس في جمعية إحياء التراث الكويتية وغيرها من الجمعيات الحزبية لأجل دعوتهم، وقد كان الشيخ ربيع يحاضر في مساجد الصوفية لما كان في السودان، وما هي الضوابط للمحاضرة في مراكز وجمعيات المخالفين للسلفيين؟ هذا له حالتان، إحداهما أن تكون الدروس والمحاضرات في المساجد العامة للمسلمين، وهذه المساجد العامة يرتادها السني والبدعي، فهذا لا مانع منه، وإن كنت أنا لا أحب أن أعمل تحت مظلة جمعية منحرفة. نعم، تحت مظلتها، يعني عملا صريحا. لكن لو أن بلدا أهل السنة لا يعطون تصريح لمحاضرات
إلا عن طريق جماعة، وهذه الجماعة منحرفة، فأتوا بالتصريح من الجهة المختصة في الدولة، أنا أعمل ولا أجد غرابة في ذلك. الحالة الثانية أن تكون الدروس والمحاضرات في معاقل المنحرفين، سواء كانت جماعات، سواء كانوا المنحرفون جماعات أو أفراد، في معاقلهم الخاصة بهم المنغلقة عليهم، فهذا الذي يمنع منه لأن لما في ذلك من تكثير سواد المبتدعة وتقوية شوكتهم، حتى لو وجهوا الدعوة لعموم الناس في البلد. أنا لا أرى العمل في هذا المعقل الخاص بأجهة المنحرفة الضالة المضلة، سواء كانت جماعة أو كانوا أفرادا. نعم. السؤال الثامن، أحسن الله لكم شيخنا، هل هناك فرق بين الحكم على الشخص بأنه من أهل الأهواء والبدع وبين الحكم عليه بأنه مبتدع؟ وهل وصف المخالفين بالحزبيين والحركيين صحيح؟ وما المراد به؟ وهل يلزم من الحكم على الشخص بأنه ليس سلفيا أو أنه حزبي أو إخواني بأنه مبتدع؟ نرجو تأصيل المسألة وذكر الأدلة. أولا، كثير من الناس من لا يضبط الحزبية، من لا يضبط الحزبية والتحزب، لأنه لم يفقه المسألة، فقد يطلق هذا على أشخاص أبرياء اجتهدوا فأخطأوا، وهذا الأمر قد أحكمه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال: ومن نصب للناس رجلا يوادي ويعادي فيه فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. أقول لأن الانحياز ليس للأشخاص لذواتهم، بل الانحياز للسنة، والأشخاص ينحازوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله اصطفاه، فقال فيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهو ينحاز إليه لأنه يبلغ عن الله عباد الله شرع الله أمرا ونهيا أو خبرا في معناهما أو غير ذلك مما بلغه صلى الله عليه وسلم الأمة. وكذلك يكون الانحياز إلى الصحابة رضي الله عنهم لأنهم خير الناس بعد الأنبياء، وهم خير هذه الأمة لما فضلهم الله وشرفهم به من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وتحمل الشرع عنه، وينحاز إلى خاصة إلى الخلفاء الأربعة لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الحديث يعني، فالتحزب هو إذن التحيز إلى إنسان لشخصه أفاد أو أخطأ، مع وهذا يستدعي من القوم الموالاة فيه والمعاداة فيه، فمن كان على ذلك يقال له حزبي، يقال له حزبي، نعم يوصف بهذا على سبيل الزجر،
والاستنكار حتى يعرفه من لم يعرفه، والحزبية بدعة. هذا المتحزب وغيره لمن ركب بدعة لا له عند أهل السنة حالان. الحالة الأولى أن يوصف بالبدعة يقال مبتدع، وهذا حين تقوم عليه حجة الرسالية. ولها طريقان، أحدهما أن يخالف أمرا معلوما من الدين بالضرورة، وجوب إيجابا أو تحريما، ويعاند في ذلك ويأبى ويصر عليه. قلت هذا لأنه يزل أب يزل فإذا تبين أنه رجع. الحالة الثانية أن يركب بدعة ويصر عليها مع قيام الحجة عليه من الناصحين الحاذقين الذين يحسنون مجادلته بالتي هي أحسن، ويقيمون له الدليل على خطأه. فإن رجع كان على السنة، وإلا فهو مبتدع ضال. هناك حالة وهي وصف الإنسان بأنه غارق في البدع، أو واقع في البدع، أو مفتون. فهذا سائق ولا يلزم منه التبديع. نعم، ناشنتكم يا أخ محمد طويلة جدا، لكن إن شاء الله إذا حدثت لقاءات أخرى يعني جزئوها. السؤال الطويل جعلوه أسئلة. نعم، أبشر شيخنا. السؤال التاسع: ما حكم الدخول في جماعة من الجماعات الدعوية المعاصرة لأجل إصلاحهم؟ هذا كالذي يسبح في خيال، أو كالذي يطلب الماء من السراب. ثبت بالتجربة أنه مستحيل إصلاح جماعة، ولا يمكن أن تصلح جماعة الإخوان ولا جماعة التبليغ ولا من تفرع عنهما، لأن هذه الجماعات لها أصول وقواعد مؤصلة لهم، توارثها خلفهم عن سلفهم. لكن يعني أشخاص معينين يخالطون ويدعون وتبين لهم الأمور والمخالفات بالأدلة، هذا جرب نفعه وللدين. يعني فكثير من الجماعات الدعوية الحديثة الضالة المضلة، وليست جماعة دعوية حديثة هي على السنة. يعني كثير من أفرادها نفعهم الله بالنصح والإرشاد والتوحيد والتوجيه، أتابوا حسنت توبتهم في الظاهر، وأصبحوا يعرفون من حال جماعاتهم التي تركوها أكثر منا، ويعرفون من أسرارهم وخطايا أمورهم ما لا نعرفه نحن. نحن نعرف إجمالا، نعرف بعض التفصيلات، لكن هناك أشياء يعرفها من عاشر المبتدعة سنين طويلة. نعم. السؤال ماذا بقي من السؤال يا أخي محمد؟ نعم شيخنا، ماذا بقي من السؤال؟ لا أو انتهى؟ هذا السؤال انتهى، ننتقل إلى ما يلي. السؤال العاشر: ما الجواب عن من يقول إن كثيرا من المشايخ السلفيين المعاصرين ينهجون في ردودهم على بعض المعاصرين منهج التسرع والإسقاط لا منهج النصح والإرشاد، فلا يراعون حال المردود عليه، ولا يتلطفون معه لكسبه وكسب أتباعه؟
أولا أهل السنة وسط وعدول وأدب ورفق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أهل السنة هم أعرف الناس بالحق وهم أرحم الناس بالخلق. ثانيا من عداء من رفق أهل السنة للمخالفين أنهم يسلكون للرد مسار المخالفة، فإذا كانت المخالفة في النفس ناصحوا، وإذا كانت في مجلس بينوا الحق، وإذا انتشرت نشروا الرد بنفس المسار. وهذه الردود مبنية على الأدلة العلمية ومؤصلة وفق القواعد الشرعية، ليس فيها شطط أبدا. ولكن هذا السؤال يحكي قاعدة وذكرني بقاعدة يقاعدها القوم، وهي كما يزعمون التحذير من الدخول في ميات الناس، ويعنون بني أهل العلم الذين ردوا المخالفات وحاشا أهل السنة. أهل السنة حكمهم على الظاهر قولا أو فعلا، وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك أنه قال للمسيء صلاته: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. حكم على الفعل الظاهر، والحديث في صحيح البخاري وغيره، وهو حديث مشهور. أظن أن أبناءنا وبناتنا في الصفوف الابتدائية يحفظونه. وقال صلى الله عليه وسلم لرجل قال: ما شاء الله وشئت يا رسول الله. قال: ويحك، أجعلتني في زائل الدم؟ ولكن لا يزال المخالفون يصمون أهل السنة بما يعلم الله أنهم براء منه. ثم أهل السنة ليس لهم هدف للمغضوب عليه، بل الهدف تصفية السنة مما خلطها به هذا المردود عليه. وقولهم أنهم لا يراعون هذا المردود عليه هذا ليس بصحيح. فإنهم إذا كانت المصلحة الراجحة في عدم ذكر اسم المردود عليه فإنهم لا يذكرونه. إذا كانت المصلحة راجحة في عدم ذكر اسمه أبدا، ومن خبر أهل السنة وجد ذلك في منهجهم ومسلكهم الدب عن السنة، هو رد المخالفة. بل أهل السنة يسلكون أحيانا من إداراه إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك. نعم، يسلكون المدراء ويتأنف هذا المخالف، يعني بالثناء عليه، يعني بالثناء عليه يهشون يعني، وليس ثناء عاما مطلقا، لكن يهشون له ويبشون له إذا لقوه، ويحاولون الرفق بالكلام عليه، مثل أخطأ الشيخ فلان، ما كنا نظن أن الشيخ فلان أو فضيلة الشيخ فلان يقول كذا، وهو معروف بالعلم، يقع في ما كنا نظن أنه يقع في هذه الزلة الخطيرة. نعم،
فهم لا يسلكون قاعدة الموازنة، ولكن يدارون أحيانا، وأسوتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح البخاري أنه استأذن عليه رجل فقال إذنوا له أو إذنوا له بئس أخذ أسيرة، فلما دخل عليه هش له وبش وأذان له الحديث، فلما خرج من عنده قالوا يا رسول الله قلت ما قلت في الرجل وصنعت معه ما صنعت أو كلمة نحوها، قال إن شر الناس منزلة عند الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم لمن ودعه الناس اتقاء الشر، ودعه يعني تركوه. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الحادي عشر: ما تعليقكم على من يقول لا يمكن جمع الناس على دعوة سلفية صافية خالصة، بل لا بد من غض الطرف عن بعض من عنده بعض الأخطاء مع بيان الأخطاء وردها حتى تنتشر الدعوة السلفية، كما قد وجدت أخطاء عند كثير من العلماء عبر التاريخ فبين أهل العلم أخطاءهم ولم يشنعوا عليهم؟ أولا، هذا السؤال ككثير من الأسئلة السابقة كده هو من إفرازات المعذرة، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ثانيا، لم نؤمر أن نقهر الناس ونعطرهم على السلفية، بل أمرنا الله بهذه الدعوة التي هي دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، توارثها عنه أصحابه رضي الله عنهم، وعملوا بمقتضى أمر الله لنبيهم صلى الله عليه وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ثم توارثها الأئمة بعدهم، أئمة التابعين فمن بعدهم إلى اليوم، وهم على هذا الدعوة إلى السنة الخالصة. والنبي صلى الله عليه وسلم فيما تواتر من سنته حرض الناس على السيف وحذرهم من ما يخالفها، ومن تلكم الأحاديث المتواترة ما أخرجه أحمد ومسلم من حديث عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وهو حديث طويل، وفيه إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له، وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تذكرون الحديث. قول السائل لا بد من غض الطرف وأنه وبيان الأخطاء و كان كثير من أهل العلم عبر التاريخ يخطئون، هذا من الإجمال، وهو شر المسالك، وأهل البدع يغتنمون هذا الإجمال فيوقعون من يوقعون في شراكه من أهل السنة حتى يرتكس في البدعة.
أو دبس عليه الأمر. قالوا السنة ينظرون إلى المخالفة والمخالف. فالمخالفة لا يقبلنها بحال، سواء كانت المخالفة في العبادات العلمية الاعتقادية أو في العملية أو حتى في المعاملة المنصوص عليها، لا يقبلون بها بل يردونها. وقد ذكرت لكم مسلكهم في رد المخالفة، كما أنهم ينظرون إلى المخالف، وقد أشرت إلى ذلك. ومن أراد الاستزادة فليراجع كتابنا تنبيه ذوي العقول السليمة طبعة الفرقان أو الإسعاف، وهو منشور في شبكة سحاب. ولست مدونا من عندي ولا من جيبي ولا من كيسي، بل هو ما ورثته عن علمائنا ولله الحمد والمنه. فإن كان المخالف من أهل السنة عمله معاملة أخيه الذي جرت به القدم، وإن كان من أهل البدع شنعوا عليه وأغلبوا القول فيه وشدد النقيض. وأيضا أكرر مراجعة الإسعاف الذي نشر عنا في سحاب العام الماضي أو قبله. ولست قائلا شيئا من عندي، هذا أمر. أمر آخر وهو أن الأخطاء التي حدثت من أهل السنة ليست في أصول الدين أبدا، بل هي في أمور من الفروع، من فروع العقيدة ومن فروع العبادات العملية. وغالب هذا من موارد الاجتهاد، من موارد الاجتهاد غالب هذا. وما خرج إن السنة يردونه يعني. أما أصول الدين بقسميه العلمي والعملي فلم يكن هناك ولله الحمد خلاف. نعم. السؤال الثاني عشر: ما قولكم في كتاب علي حسن عبد الحميد الحلبي منهج السلف الصالح؟ وما الحكم في من يوافقه على قواعده وما جاء في كتابه وينكر على من يرد عليه؟ وما تقييمكم لموقع كل السلفيين؟ وما نصيحتكم لمن يروج له ويدافع عنه؟ الشيخ علي بن حسن الحلبي رضي لنفسه عفى الله عنه وعنه أن يشابه سيف عجهيلة الذي حجر عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال فيه: رضي أسيف عجهيلة أن يكون سائقا للحج، فعفى الله عنه وعنه، رضي لنفسه أن يكون تقعة وترسا للمتلوثين بالفكر الإخواني عامة والفكر القطبي والسرور خاصة، فجمع ستاتهم حوله بتزكياته، ثم أخيرا أحدث هذا الموقع. فنصيحتي أولا أن الرد عليه سائغ وغيره، الصحابة رضي الله عنهم رد بعضهم على بعض والتابعون كذلك إلى اليوم. وثانيا، من أنكر الرد على الأخ الشيخ علي عفى الله عنه وعنه وأحسن الله حالنا وحاله، ورده إلى ما كان معه عليه ما كان عليه مع إخوانه ردا جميلا ومفاصلة المتلوثة بالانحراف، هذا
المحتكر إما أنه جاهل بالدعوة السلفية أو أنه صاحب هوى، أبدا لا ذلك لهذين الأمرين. وهذا أمر مضطرد سواء في كتابه أو في الموقع نفسه، بل يجب الحذر من أخطاء الشيخ علي نعم ومن هذا الموقع. وكان الشيخ علي معنا أول الأمر، فأدلنا إن شاء الله ما يجب له علينا آنذاك من الذكر الحسن والثناء الجميل وتقريب الأخ لأخيه، مع أنه لن يربطنا به نسب ولا صهر، وإنما رابطنا به ما ضر من السنة في صوته وفي بعض الكتب التي وقفنا عليها. ثم حدثت من التزكيات بمنحرفين قد أفعنا عنه وتمكن له الأعداء، وقلنا أخونا لم يعلم. وأول ما وقفت عليه تزكيته لعدلان بن أحمد عرعوف، أظنه سوريا، وهو جلد في نشر في الذكر القطبي لا سيما في أوروبا، ولا أدري أوصل إلى أمريكا أو لا. فكان يعني يزكيه ويقول إن ما بينه وبين الشيخ ربيع هو من كلام الأقران، وهذا كلام فاسد ليس بصحيح. هذا الآن ليس قرين للشيخ ربيع أبدا، لما الشيخ ربيع رد عليه ردود علمية، كيف تكون هذا من الأقران؟ فلما كثرت تزكيات الرجل المنكرة رفعنا أيدينا عنه يعني. وأنا أدعو أبا الحارث الشيخ علي إلى أن يفاصل هؤلاء المتلوثين بالفكر القطبي، وأن يعود إلى إخوانه، دعك من عبيد الجابر، لا، إلى إخوانه الذين كانوا معه وكان معهم، والذين لهم رسوخ قدم وساعة باع في نشر السلفية واللب عنها. فهذا والله فريضة عليه ومنقبة له، وسيكون إخوانه إن شاء الله معه، حتى الذي رد عليه سيرجع إلى سابقة العهد بينه وبين شيخ علي بن حسن الحلبي. تفضل. السؤال الثالث عشر: هل قول إن الشيخ ربيعا حامل راية الجرح والتعديل في هذا العصر وهو إمام في الرد على المخالفين يعتبر غلوا؟ ما كان ينبغي أن أسأل عن هذا وقد زكاه المحدث إمام الحديث في هذا العصر الشيخ ناصر رحمه الله، ما عندي أي تعقيد على هذا يعني. السؤال الرابع عشر: ما قولكم أحسن الله لكم في من يقول إن السلفية صارت عند البعض هي حب الشيخ ربيع وأتباعه وذم سيد قطب وأتباعه، فمن لم يمدح الشيخ ربيعا ويبدع سيد قطب فليس بسلفي؟ هذا الكلام ليس بصحيح أبدا، كذب وافتراء، لأن السلفية هي دين الله الحق، لم يؤسسها أحد أبدا، حتى النبيون والمرسلون عليهم الصلاة والسلام لم يؤسسوها، ومن أصولها الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله والمنع لله والإعطاء لله، هذا من أصولها، ولم يقل أحد هذا أبدا لمن يعتد بقوله. لكن هذا إلا
يكيد به المفتونين المتلوثون بمناهج فاسدة. نعم. فقصده إسقاط أهل العلم من أهل السنة. وقديما قالوا الشيخ عبد العزيز والشيخ محمد بن عثيمين وغيرهما من هيئة كبار العلماء الفضلاء عندنا أنهم فقهاء حيض ونفاس، وقالوا لا يفقهون لقاء الواقع، وقالوا يضغط عليهم، وقالوا غير ذلك. نعم. السؤال الخامس عشر: ما ضوابط نصيحة المخالف لمنهج السلف؟ وهل للنصيحة مدة محددة؟ النصيحة أولا ذكرت لكم أن أهل السنة يسلكون مسار المخالفة، وفصلت فيه بما أرى أنه يغني عن إعادته هنا. فلا تلازم بين النصيحة والرد، لكن أهل الشطط وأهل الهوى من كان جلدا منهم يعيبون على أهل السنة أنهم لم ينصحوا بل ردوا. هذا من تلبيساتهم. فإذا انتشرت المخالفة ردت، والنصيحة شيء آخر. النصيحة قد تمكن وقد لا تمكن، بل بعض الناس يستنكف عن النصيحة ولن يمكن الناصح، ومنهم من لا يقبل يفتح أبوابا من الجدل. لكن إذا كان المخالف حسن التخاطب، لين العريكة، دنس الخلق، وأمكن الجلوس إليه ومناصحته، فهذا حسن. لكن لا يلزم أن يكون طول العمر، بل إذا بلغته النصيحة على أحسن وجه بالأدلة، ولا يلزم اقتناعه. اقتناع الشيء بينه وبين ما أنا شغل فيه، لكن تبلغه النصيحة على أحسن وجه، يلبي من الكلام وحسن الخطاب وأي سايرة، حسن المسايسة وإيراد الأدلة بقدر واسع، وكذلك استقبال حجته بصدر واسع وردها بالدليل، فإنه يستمر معه حتى حتى يبين له البيان الشافي الذي تبرأ به الأدلة. فإن عاد عن تلك المخالفة والمخالفات إلى ما هو الحق والهدى فبها ونعمة، ولا يضره الرد عليه أبدا. بل رد العلماء على رجال قد رجعوا عن مخالفاتهم، ومن هؤلاء ابن قدامة رحمه الله رد على ابن عقيل رحمه الله، مع أن ابن عقيل قد تاب ورجع، لكن يعني رده انتشر. نعم، إن صدق العزم هذا المخالف وبين الحق قبل الرد عليه فإنه لا يرد عليه، ما دام بين الحق ونشر رجوعهم بالحق بنفس المسار الذي انتشرت فيه مخالفته قدر الإمكان. كانت المخالفات في التلفزة أو إذاعة أو صحف ترك نفس المسار، إن كانت في خطب جمعة ترك نفس المسار لبيان الحق، لقوله تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، هنا لا يرد عليك. أما إن سكت وترك يرد عليك، والنصيحة قد تكون قبل الرد وقد تكون بعد الرد. لكن إن كان كما ذكرت لكم
كما ذكرت لكم إنه يعني إذا كان هو صدق وبين الحق وأعلن الرجوع عن مخالفاته الحمد لله كفانا. نعم، وإن كان قد رد عليه فمن كان موصفا لا يعني لا مانع من مناصحته على الوجه الذي فصلناه آنفا. نعم. السؤال السادس عشر: ما شروط قبول توبة أهل البدع، وهل تنطبق على الحزبيين والمتلونين في هذا العصر؟ أنا فرقت لكم قبل عدة أجوبة على عدة أسئلة مضت بين التبديع وكون الشخص واقع في البدع. يعني المبتدع كما قال الله تعالى: تابوا وأصلحوا وبينوا، يتوبون ويصلحون حالهم بالرجوع إلى السنة وترك مخالفاتهم ويبين للناس الحق. وأما إن كانت المخالفات غير بدعية فكثير من أهل العلم له قولان يستقر على الآخر منهما. نعم، وبهذا القدر يا أخي محمد نكتفي لأن الوقت قد طال، ولعل الله ييسر لقاء آخر، لكن قد يطول بكم الانتظار لكثرة مشاغلنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.